فتاة محجبة تغير نظاما أمريكيا عمره 200 سنة. تعتبر سناء حمزة أول أمريكية مسلمة ترتدي الحجاب في الكلية العسكرية نورويش بولاية واشنطن الأمريكية، ووفق قناة محلية فإن ذلك لم يحدث على مدار تاريخها الذي يمتد إلى 200 سنة. قرار ارتداء الحجاب أحدث هزة، لكنها لاقت ترحيبا من ناحية أخرى. وأوضحت القناة في تقرير لها أن قرار ارتداء حمزة الحجاب واللباس العسكري في نفس الوقت قد أحدث هزة في الوسط العسكري في البلاد في كل الولايات المتحدة. ووافق رئيس الكلية العسكرية على طلب الفتاة ارتداء الحجاب الإسلامي، وتقول سناء أنها منذ وصولها إلى الحرم الجامعي لم تحس بأي فرق بينها وبين زملائها. وتقول حمزة أنه على الرغم من القواعد الصارمة في الكلية فإنها مصممة على ترك علامتها المميزة، والتي بدأتها مبكرا بدفع أقدم كلية عسكرية خاصة في الولايات المتحدة إلى تغيير سياستها في اللباس الموحد. وقالت حمزة: لقد تقدمت بطلب دراسة إلى كليتين في وقت سابق من هذه السنة وقد قبلت فيهما، ثم أرسلت رسالة لهما بأن يقبلا ارتدائي للحجاب، فقالت إحداهما لا، بينما وافقت نرويش. وقال مدير الجامعة ريتشارد شنايدر أنه بعد 200 سنة لم تتغير فيها سياسة اللباس الموحد، يمكنها اليوم أن تستوعب الطلبات الدينية المعقولة مثل الحجاب والتقية اليهودية، وتابع التغيير والثقافة يأخذان وقتا، لكنني لا أرى مشكلا في كل ذلك. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على زر أعجبني والاشتراك بالقناة. دمتم بود أحبائي.